حتى لما تدخل كبل المعارف بطبيعة وإدارة بالمعارف فاهم كل شيء نقضيه بالمعارف تو. في تونس عايشين في فترة نتاع داخل القبالة بالمعارف، داخل البوسطة بالمعارف، داخل المركز بالمعارف، البوليسية بالمعارف، شنو كل شيء كل شيء في المطار بالمعارف. أنا ديجا أنا صاحب مشروع توريستيك نحكيك حتى على المطار، معناها فما بيت تدخل في اي بي ما غادي وعباد ما تدخلش خاطر عندنا المعارف. أنت باش تبروبوزي روحك في بوست باش تخدم سو كي سيغ يعني باش ترضي الأطراف الكل، ثم عباد تحب تدخل لك، ثم عباد تحب تخدم مصلحتها الشخصية. المعارف الغكور المعارف تلجأ المعارف حاجة طبيعية على الآخر، ما تنجمش يعني تتجنبها ولا بقاتيكم ولا سوليسيون تو الحل الواضح. صارت لي حكايه قبل وقال لي عندك شكون ندخلك، ما عندكش ما نجمش ندخلك سامحني. في مضمون البلديه اللي فيها الاصل اللي فيها المضمون نتاعي فيها مرمى معناها فما فيها شغال نقلت قعدت نلوج فيه واحد طلب مني فلوس قالوا يجيبوا لك المضمون. في المحكمه يلزمك تعرف الكاتب ويلزمك معناها تتلاطف معاه وتكسبه الى جانبك باش يقضي لك قضيتك باش يعطيك دوسي تصور باش ما يقولكش عاود ارجع لي يعطلك. يلزم من يقفولها الحكايه الناس الكل بالطبع يتدافر شوي شوي تصلح بالمواطن غير المنبع نتاع البلاد ركيز بالمواطن التونسي. في الخدمه والمعارف التدخلات تكون في شفافيه في حد معين، دوله الدخل في حد معين تقول اذا كان ثمن انترفونسيون تكون دون سو سونس تكون بيان ليميتي وظاهره الناس كلها.